هل هذا شيء في شعور الميت بتحلل جسده وحر التربة في قبره، أم أن حياة البرزخ روحية بدون إحساس الجسد ما حوله؟ الله أعلم يا ولدي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما صلب ابن الزبير وشق هذا على أمه، جاء ابن عمر قال لها إن هذه الأجساد ليست بشيء، إنما هي الأرواح وهو عند الله سبحانه وتعالى. نرجو أن يكون في أعلى عليين.